مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة سنتحدث عن أسنان العقل. يبدأ ظهور الأسنان من عمر 6 أشهر ويستمر مرات إلى عمر 25 سنة. سن العقل اللي هو آخر سن يظهر في فم الأسنان ما بين 18 إلى 25 سنة. مو دائما يطلع سن العقل، مو كل الناس عندهم سن عقل، بس لما يطلع سن العقل تكون هناك مشاكل تأثر على المريض نفسه وتأثر على الأسنان، والمريض ما يكون عنده علم أنه عنده مشاكل من وراء سن العقل. قد يؤدي ظهور سن العقل بشكل غير صحيح على الأسنان الجانبية، لأنه راح يقوم يضغط على الأسنان وهذا يؤدي إلى بعض الآلام وحتى إلى بعض المشاكل في إطباق الأسنان. هل أنه لازم دائما نخلع سن العقل؟ لا، مرات يكون شوية متسوس لأنه فرجة الأسنان مو دائما توصل إلى الخلف، فهذا يؤدي إلى تسوس سن العقل. دكتور الأسنان هو اللي يقرر أنه سن العقل لازم يتعالج أو لازم ينخلع. إذا كان تسوس بسيط ممكن أنه ننقذ هذا السن بحشوة بسيطة، بس إذا كان طالع بشكل خاطئ أو بشكل أعوج وقلنا راح يأثر على الأسنان الثانية فيجب خلع هذا السن. طبعا خلع سن العقل دائما الناس تخاف من تسمع انه والله راح نخلع سن العقل، لانه هو شوي يكون اصعب من الاسنان الثانية، طبعا لانه هو حلي وراء ويكون متلاصق بالعظام اكثر من اسنان الثانية. فننصح دائما انه يكون دكتور جراح هو اللي يخلع هذا السن، لأنه بعد خلع هذا السن تكون هناك مشاكل كثيرة بسبب أخطاء من الدكتور أو نصائح ما يسمعها المريض من وراء من خلع هذا السن. هناك بعض التساؤلات أنه إذا انخلع سن العقل هل يجب تعويضه أو أنه يظل مكانه فارغ؟ أكثر الدكاترة يعني تقريبا 95% من الدكاترة حتى 100% لازم ما حد ينصح أنه تعوض مكان سن العقل، لأنه أكثر الناس أصلا ما تستخدم هذا السن. في حال رجوع الأسنان إلى الخلف أو إذا صار أكو فراغات ما بين الأسنان من وراء سن العقل ننصح طبعا بمراجعة دكتور التقويم، وهو طبعا راح ينصح المريض ببعض الأشياء اللي تخليه يوقف هاي المشكلة وأنه ما تزيد الفراغات ما بين الأسنان. شكرا لكم على حسن متابعتكم ونراكم في الحلقات القادمة إن شاء الله.